وصل فريق الخبراء الدوليين إلى عدن أخيرا بعد 3 سنوات من الحرب، وبعد مطالبات عدة بجهة محايدة للتحقيق في الانتهاكات التي تطال المدنيين. وكان تدشين عمل هذا الفريق من العاصمة المؤقتة عدن من خلال لقاءات جمعتهم بعدة مسؤولين حكوميين أبرزهم وزير الداخلية، بالإضافة إلى هذا الاجتماع في وزارة حقوق الإنسان. هناك جدول أعمال لمدة 3 أيام سيشمل أماكن يعني قيادات و كأماكن معينة، بالإضافة إلى جولة تفقدية في عدن، بالإضافة إلى اللقاء الخاص مع اللجنة الوطنية لغسل الانتهاكات. هذا هو طبيعة عمل الفريق الذي سيتم حاليا. سيقوم المفوض السامي في جنيف في أواخر دورة مجلس حقوق الإنسان الحالية، الدورة 37، في أواخر اجتماعات المجلس سيقدم تقريرا شفويا عن بداية عمل اللجنة. مهمة ليست بالسهلة أمام الثلاثة الخبراء البارزين بقيادة التونسي كمال الجندوبي، الذي عقد مؤتمره الصحفي الأول معبرا عن استقلالية اللجنة الأممية وعزمها على تقصي كافة الانتهاكات دون استثناء. الصورة التي أخذناها من خلال العديد من التقارير والعديد من اللقاءات التي قمنا بها قبل وجودنا هنا في اليمن هي صورة بلد في حرب أولا، وحينما نقول حرب يعني يجب البحث عن إنهاء الحرب. ما هي الطريقة وكيف ذلك يكون؟ هذا من مشمولات الشعب اليمني والأطراف اليمنية التي هي لها مسؤولية في ذلك. في قاعة الناشطة ريهام البدر أجري المؤتمر الصحفي محاطا بصور ضحايا انتهاكات ميليشيا الحوثي في تعز، كصورة أولية لأكثر المناطق مأساوية في اليمن. لكن قاعات أخرى تنتظر الفريق في صنعاء والحديدة، وفيها صورة أحادية أيضا لضحايا طيران قصف التحالف. وعلى مقربة من هنا كانت وقفة احتجاجية لأسر المعتقلين والمخفيين في سجون عدن أمام إدارة الأمن كرسالة تحاول أولئك الأمهات إيصالها إلى لجنة الخبراء. بالمقابل يظل ملف المعتقلين والمخفيين له أوراق لا تحصى أيضا في سجون الميليشيا في صنعاء. جميع أطراف الحرب الدائرة تحت الأعين الراصدة لهؤلاء الخبراء الدوليين الذين وصلوا للتو إلى عدن، وأمامهم مهمة في اليمن يتوقع أن تتسم بالحياد. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.